انا عندي قلت وصفه سريعه كده للايه للي جايين من الشغل او الاولاد راجعين بدري وعايزين يتغدوا حاجه بس لذيذه ومغذيه كده وحلوه قوي وفكرتها جديده. دي عباره عن ايه بقى؟ عندي مكرونه، هنطلب مكرونه، كيس مكرونه وسماء ودبس الرمان وتوم وشويه خضره بقى عشان تبقى كده بقدونس او كزبره خضراء على الوش في الاخر خالص عشان ابقى كملت القيمه الغذائيه للوصفه، ابقى فيها خضار. فانا باخد التوم وحمره في الطاسة تحميرة بسيطة معلقة ثوم كده مفروم والزيت ده يبقى ايه لكمية ال المكرونة. ثوم اوعي يتحرق منك الثوم، ابدي يا دوبك كده وتروحي منزلي عليه المكرونة ومقلبه. هي وصفه سهله جدا. ثم معلقه كبيره على الكيس كله. ممكن تحطي زبده على فكره كمان، الزبده تبقى حلوه قوي. خلاص ثماء المكرونه دي بقى لذيذه قوي، يا يعني منها سلطه اكتر منها اكله، بس انا حاسبها اكله صراحه وجبه. وبعدين عندي دبس الرمان معلقتين كبار كده وحزمه خضره شبت بقدونس او كزبره، يعني يا كزبره يا بقدونس احسن. وطعم جديد جدا جدا للمكرونه. لو حابه تجربي الاول في حبه صغننين جربي، تجربي في الكيس كله لو انتوا مش بتحبوا الحاجه المزه بس. خلص الوصفه، خلصت.